عند بالنسبه للوكره وشوقه في الرياض. يقول لك تكلم عن العلامه الفارقه في الدفاع، ولكن وسط الملعب ماي حق من تعطيه وليش؟ من خلال المباريات السابقه في الدوري الوسط كقوه دفاعيه انا اشوفه لصالح الوكره. فتحي قوي جدا، مجهود بدني كبير كلياقيا في التحرك في الملعب، وايضا معاه عمر لاعب ايضا المجتهد في وسط الملعب. تحتاج الى لاعبين في وسط الملعب مجتهدين. مباراة كبيرة مهاجما، ولكن لدينا اسم عليك ان تنتبه. مندز حول لجيليسون دالا، دالا في الجهة اليمنى لأيوب عسال، عسال يعيدها الى دالا، نقلة موجودة في المدرب الذي يقيم. تم اكتشاف داخل، سبحان الله. شوف بن شرقي، شوف اشرف وين جابك وين وصلك، ايش يعمل وهو قيمه في يمزح ما يمزح الكره. نعم يا يقول الكره، ترى الكره طلعت من البدايه. اسمع اعطيك خالد عايد، خالد عايد طلعت، لكن بالنسبه للوكره شوف 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 معاي صدت. اقول كلام ثاني انا ما لا سلامات لانجولي. هذه اللقطه، هذه اللقطة تدخل اللي كامل المنهال أعتقد على دالة، لم يرى فيها محمد الشمري أي شيء من خلال هذا التدخل. لكن لما نقول على كاس والنادي صار له سنة اليمنى، دالة 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 أوبو شوف 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 أبا راح ولعب الكرة التي صدت في بسام وتحولت إلى ركلة زاوية. عجيب غريب أكوا، لعب في الوكرة، لعب في نادي قطر ويوصل لهذا الأمر. الآن محمد الشريف، نعم 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 نعم، سبع دقائق، سبع دقائق يعلن عنها حكم اللقاء محمد الشمري على أحداث. نعم معقول سبع دقائق اللي تحدثنا عنها، وهذا دالة في الجهة اليوم. ورغم كل هذا لا يسجلون. أعلم أعلم أن هناك كلام ثاني، أمر ثاني لدينا هو سقوط لدالة. يقول له وين هذا التدخل اللي كان من أحمد المنهالي والسقوط على طبعا، لكن لم يطمع الريان. اعتقد الامور ماشيه حق صوب الوكره. خالد من يفوز؟ مباراه الخطف 1-0. 1-0 نشأ. شكرا خالد، شكرا لضيوفك. حمدي فتحي في المنتصف عن طريق دالا، جيليسون دالا، لانجولي يمر 27 مع دالا، راح دالا راح دالا راح دالا راح دالا، ولكن امر والمرور الذي كان من دالا. انظر هذا التمرير الذي كنت تتحدث عنه كثيرا ومو مرة. فهد يونس في التألق، نعم استمر فهد يونس في التألق، لكن إلى متى؟ هذا دالة بعيدة يا دالة، بعيدة يا دالة، إلى خارج أرضية الميدان. جارديم عليك أن تتدخل، ما فيها بهذه الألوان، فهل يفعلها للمرة الأولى بهذه الألوان؟ راح 25 دقائق لا نعلم، لكنه موجود، دائما موجود في دكة البدلاء. وبين شوكو، هذه كرة دالة، راح دالة مر دالة عنده الكرة، دالة يتوغل يلعب الكرة العرضية، وشوكو شوكو نعم يتصدى للكرة الماضية. هنا لدينا الآن محاولة من كل يمكن بدري الكلام، ايش رأيكم بدري على مسألة يعاني، يبدو يعاني على مستوى القدم اليمنى، قاعد يجرب نفسه يشوف نفسه، لكن عنيد بنيطو، عنيد بنيطو، عنيد. هذا لدينا وحده من داله، لكنها في احضان فهد يونس، في احضان يطو مصاب، لكن عرف عنيد عنيد عنيد. لو عن طريق من؟ عن طريق داله في المساحه، في المساحه مين؟ من جنوب قطر، بل اتوا من الوكره اليسرى. رابح يحيى الى داله، الى داله، داله راح من الاول، داله عند الله وصلت دالة. عينك على دالة، تحرك ناصر، تحرك ناصر، تحرك ناصر، تحرك ناصر. ويا نواخذ اخذوني معاكم، اخذوني. يصلون من عمر.
الكور. هذا داله، هذا داله، ازرعه وايد، ازرعه وايد، هذا داله متولي. ياتي الان ويظهر يريد ان يتحمل ضغطا كبيرا الان على المرينة. متابعينا اينما كنتم عبر قنوات الكاس الرياضيه.